وقد مارسها اليوم أكثر من 14 سنة. وبالنسبة لي تنتحدك أخي الهيني، أرجع حاليا النقابة ديالي ديال المحامي مكناس، وعندك الحق ديال الاطلاع، وشوف واش الأستاذ نوري عنده غير شكاية وحدة في المواجهة ديالو، شكاية وحدة. أتحداك أستاذ هيني بأن تلقى شكاية وحدة عندي. فأنا ما بغيتش نوصل معاك لهذا الأسلوب، بأن نبقاو نتعايرو ونبقاو نجبدو، كل واحد يبقى يتعالى بحال قال هذا الأستاذ الزهراش نديرو فيها طرزان. أنا ماشي طرزان، وإنما أملك حق الرد. فكان الأحرى بأن الأستاذ زهراش هو اللي وجهته الخطاب في إطار قانوني، نطلب فقط التنسيق، وما عمري تكلمت عليك بسؤال أستاذ هيني. فأنا من هذا المنبر اللي قطعتيني فيه تنقول لك بأن الأستاذ نوري كبير كبير بنزاهته واستقامته، وكبير بتاريخه المهني رغم صغر سنه، وأنا أصغركم سنا، وقد تبنيتم ملفات كبرى، ملفات كبرى التي اهتز لها الرأي العام وكان الرأي العام ضدي، وهكذاك بأن ما توانيتش بأن يندفع الموكلين ديالي. في آخر المطاف انتصر الحق، لم أقل انتصرت، أنا متواضع، ما تقولش أنا انتصرت، ولكن انتصر الحق، ولكن كنت أنا سببا بعناء اليومي بأنني نوصل يعني الحق لمواليه. وهذا الشيء إذا ما كنتوش أنتم شفتوه في الأستاذ هيني، رجعوا الصفحة ديالي الخاصة بالفيسبوك وتبين لكم المسائل وجميع التعليقات والامور كامله وملفات ديال الراي العام تبنيناها. والحمد لله اللي حظينا بالثقه سواء ديال الموكلين ديالنا اللي ساقوا بنا، وكذلك بالثقه ديال القضاء سواء الواقف والجالس اللي تنحترموهم هذا المنبر وتيحترمنا، وما عمرو كان بيناتنا وبيناتهم مشاكل. فانا استاذ هيني اخر حاجه نقول لك، المرجو بأنك تسترجع العقل ديالك، وما نقولش بأنك ومعزز الأخ ديالو. فدائما تقول بأن الأستاذ الهيني قيمة مضافة في الميديا المديني، الدكتور الهيني عنده يعني واحد كم وافر من المعلومات القانونية اللي اكتسبها من كف القضاء، وبأنه اليوم معنا في مهنة المحاماة فهذا شرف لنا، ولكن بأنه لجأ لهذيك التصريحات وتكلم بواحد الصيغة قدحية في المواجهة ديالي، فأنا من حقي بأنني نجاوب على راسي. ففي الاول ما كنت متريس، ما بغيتش بانني نسلك او بانني نستعمل هذا الحق ديال الرد، هو حق مشروع ومن حق قانونا، على اعتبار بانني تبنيت حكمته اللي كان دائما تصرح بها في منابر اعلاميه، وكذلك على مستوى الجروب ديالنا الخاص ديال الواتساب متعلق باللجنة ديال نادي هيئة الدفاع، كان دائما تصرح بكوننا كبار، فيجب أن نتعالى على التفاهات، نحن كبار. فلماذا اليوم أخي الهيني لم تتبنى هذا الموقف عندما صرحت بكلمات النبي؟ فيجب أن تكون كبيرا معي كذلك، لا أن تكون كبيرا عندما تعلق هذا الأمر بشكايات طلبت منك أو طلبت من الهيئة أن تتقدم بها في مواجهة من أهانوا الأخ المديمي ومن أهانوا هيئة الدفاع، فكان ردكم نحن كبار. فلماذا اليوم
أخي الهيني، أنت لست كبيرا معي، فلماذا اليوم أضحيت صغيرا بتصريحاتك القدحية في مواجهتي؟ فقد فوجئت بتصريحاتكم بكوني من المرتزقة والسمسرة، وبكوني أن أجهل القانون و فأنا أقول لك الأخ ديالي الهيني، أنت ضيف لنا في مهنة المحاماة، والضيف يجب أن يحترم أبناء الدار، فنحن أبناء الدار، أما أنتم فضيف علينا. حقيقة نحترم تمرسك القضائي لسنوات عدة، أما فيما يتعلق بمهنة النبلاء فأنتم لم تلتحقوا بها إلا في الآونة الأخيرة، فأنتم ضيف لنا، وبالتالي يجب أن تحترم قيدومك، فأنا قيدوم عليك أخي الهيني، من الواجب في ظل الأعراف والتقاليد في بلادنا المهنية بأنك تحترم القيدوم ديالك، فعندما تصرح بكلمة المرتزقة فهذه كلمة المرتزقة قد تم دسها في ملف المديني، فقد تم دسها من طرف أعداء المديني في ملف المديني، فلماذا تنعتني أنا أيضا بكوني من المرتزقة؟ أنا بالنسبة لي متطوع للدفاع بحرارة عن الأخ المديني، ولم أجني أي سنتيمين فيما يتعلق بالقضية ديال المديني. علاش قلنا مرتزقة؟ هاد المرتزقة لم تتقال، تتقال واحد الجهات معينة بأنها تبغي دير واحد الشوشرة وتبغي أنها تنفصل على الوضع الراهن، أو على واحد جهة واحدة معينة، مثلا اكزومبل البوليزاريو، نقول المرتزقة البوليزاريو، فأنا لست مرتزقة، أنا وطني ابن وطني، ملكي حتى النخاع، أحب بلدي يعني لواحد الدرجة ما تصورش، وأكثر من هذا يعني حتى ما عرفتش التاريخ ديالي يمكن نقول لك السي الهيني، فأنا كان الحب ديالي أكثر باش نمارس السلطة في بداية المسار ديالي، فقد تقدمت وأنا صغير في العمر ديالي.